صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. ثلاث مدن بالجزائر العاصمة تسبب لك الاكتئاب لو كانت عيش فيها. المدينة الأولى درقانة، كي تدخل ليها العفسة الأولى اللي راح تلاحظها راح تلقى بزاف صاشيات والكراطن مرميين في الله. المدينة هذه ما فيها لا أماكن ترفيهية وين تجوز الوقت، لا مراكز تجارية، لا حدائق وين تروح تريح فيها. راح تلقى فيها غير باطيمات والديور هادوك اللي مبنيين بالبريك. في المدينة الثانية الصمار بيعي النعجة. الصمار هذه اللي ساكنين فيها الاخر فيهم كاري ديبو ب20 مليون، بصح واحد فيهم ما خمم يسبغ دار ولا يخدمها على برا، بالك يخافوا من العين مساكن. كي تدخل ليها راح تلقى الديور كاع بالبريك، الكوامل، الغبار طالع، تحس روحك هاك في الهند. واحد القنطة تحكمك، انا ضيت فيها زوج سوايع برك راسي بدا يوجع فيا. المدينة الثالثة براقي. براقي هذه كي تدخل ليها راح تلقى كل الصفر، باطيمات صفورة، ديور مسبوغين بالصفر، ما قدرتش نضوي فيها بزاف عاود خرجت. حنا ماذا بينا كون الشعب تاعنا يصيب حل للعشوائيات هذه اللي راهي انتشرت في كل بلاصة ونشوفوا بلادنا شابة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب.